مجتمع أبطال وصناع الفيلم اللبناني ضيوف شرف من إنتاج شركة ديتو بيكتشرز بحفل إطلاق الفيلم بصالات السينما. من العرض الأول التقينا بنجوم العمل يلي خبرونا عن تجربتهم ومشاركتهم بالفيلم. كمان من الأفلام اللي احنا معودين الجمهور عليها انه أفلام تفوت العالم تعمل ديفولمون انه تغير جو الواحد يفوت مش انه يفكر شو عم يحضر، بالعكس يفوت ينبسط يغير جو ساعة ونص من الوقت يطلع من المود من الستريس اللي عايشينه كلنا بهذا الجو العام بالبلد، وهيك تو انترتين يعني الواحد يغير جو. هيدي الفيلم بيحكي عن أمل يلي هي ستيفاني عطلة بتكون بمصح عائلة وبتقرر بدها تفل من المصح تتروح تنزع العرس تبع أختها. ليه بدها تنزعه بعدين بنكتشف بآخر الفيلم، وبنتعرف على كاركترز يلي هن عائلتها وجوزها القديم وهو الأخبار، والفيلم مهضوم كتير يعني فيه خفصة قوية. يعني رح يكون عرس كتير حلو، بدنا نخرب العرس سوا. البنت اللي زينا فكرة ايه اللي كانت بتبني فيني فرح، ايه اللي عايزة تخربيه؟ هاي ميوزك نيشن وميرسي انه جيتوا لهون. كثير محمسه، فيلم كوميدي، انا غرام الكوميدي بس مثل ما بتعرفوا يعني بشتغل دراما اكثر، بيجيني نصوص وهيك كاركترز معقدين بالدراما، وكمان بحب هيك شيء تشالنج دراما كاركتر يكسرني من جوا. بس هلا اول مره بعمل فيلم هالقد فيه فرح وهالقد فيه هيك لايت يعني، وكل الكاركترز مهضومين، كل الممثلين اللي بيلعبوا هالكاركترز كمان كثير مهضومين، فكثير مبسوطة ومرتاحة من جوا. يعني أول مرة بجي على بريمير لفيلم ماني خايفة لأنه بعرف أنه العالم رح يحبوا كتير جو الفيلم، وبتمنى يعني أنه يجوا يحضروه هيك يرفهوا شوي. أنا مبسوط جدا بالتجربة دي لأن أول مرة أعمل فيلم مصر لبناني، ومبسوط بالتجربة جدا وخصوصا أني شغال مع ناس بحبهم جدا وقريبين من قلبي جدا وبس أنا كان نفسي من زمان أعمل حاجة كده. يعني بتخبرنا عن دورك بالفيلم، كيف لحطوا العشو؟ هو دور شاب مصري وضعته الظروف، ابن سفير عايش في لبنان وعايش في لبنان، فبتضع الظروف ان هو يتعرف على ستيفانيا عطلة وبدور بينهم احداث بس. اوكي، تجربة كتير مهضومة، هيدا من سنة صورنا لانه نحن الممثلين كلنا اصحاب بين بعض وبنعرف بعض وهيك، وهو الفيلم لايت هيك رومانتيك كوميدي مهضوم، فكانت تجربة كتير لذيذة. أنا هيدي مش أول تجربة لي مع سامي، ستعمل كذا فيلم مع سامي ودايماً مع سامي it's so fun الشغل لأنه كتير كول cool, كتير روا مثل ما بتقول سيرينا، جو كتير هيك صحبة وهيك، فواحد ما بحس حاله فعلياً عم بيصور أو في ضغط هيك أكتر ما مجموعة أصحاب يعني عم يشتغلوا سوا. It was fun، انبسطنا، الشباب كلهم بعقدوا، الكرو fun، ما حسيت بستريس، إنك تشتغل مع سامي يعني no stress، so ترتاح انت كممثل بتعطي من قلبك. بفتكر الفيلم كتير حلو، جو حلو، it's fun، صورناه من سنة ونص so kind of نسيته، so أنا هلأ محمس أحضره right so yeah.